خير الختام في الكلام عن حلقتنا النهاردة عن المنتخب مع مدرب كبير، وما أدراك اللي بيشتغل مع الكابتن جوهري، يكتسب خبرات عاملة إزاي، وكمان بيشق الطريق لوحده، واسم كبير وصاحب شخصية محترمة قوية تقدر تنجحه في أي مكان. كابتن علاء نبيل، برحب بحضرتك. حبيبي أشكرك على الكلام الجميل ده. كابتن علاء، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك حبيبي. طمني على حضرتك كابتن علاء. كله تمام والله، انت كله بطلت تمام الحمد تسأل لله. عليا كده كابتن علاء، أنا كنا بشوفك بنكلم كله بعض نشاطي خلاص. كنا مع بعض على طول على التليفون حبيبي وبنطمن طول على عمرك بعض. حبيبي، ربنا وانت يكرمك. كمان يا وبعدين كابتن علاء، أنا بطمن عليك ومتألق دايما في برامجك وكلامك الحلو ببعت وفقراتك لك الحلوة. رسائل كتير مع كمونة. كابتن علاء، خليني بخبرة حضرتك الكبيرة جدا في عالم التدريب، والتدريب في منتخب مصر لسنين طويلة جدا، ايه رأيك في المشهد بقى العام قبل المباراة، ونصايح حضرتك للاعبتنا ومديرنا الفني يا كابتن؟ والله يا كابتن شادي، عايز اقول حاجه. احنا اتفضل. عندنا مباراه بكره تؤهلنا الى المباراه النهائيه ان شاء الله. مباراه في حد ذاتها صعبه، مفيش مباراه سهله خلاص. انت احنا داخلين في الليفل العالي، واعتقد ان المباراه لابد من التركيز فيها، لابد من ان احنا ننسى اي حاجه حوالينا، مشوشره حوالينا، حكام، مضايقات، و و وكل الحاجات دي اللي بنقعد ظهرنا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس صغيره. اتفضل يا كابتن. الفرقه او اللعيبه اللي تقدر تقاوم الضغط النقد الشرس والحاد جدا خلال الفتره اللي فاتت وتحول الدفه من الى، اعتقد ان هي بكره ولا يهمها اي حاجه بتحصل بقى لها يومين بالظبط. سواء من حكام ولا. انا يعني انا من الناس اللي انتقدت وقلت يا جماعه لا، مش ده مستوى منتخب مصر، والكلام ده مش وليد الفتره اللي فاتت، ده وليد سنين. احنا بقالنا سنين ما بنلعبش كوره، بقالنا سنين ده حقيقي. الناس مش مقتنعه بفرقتها بالرغم من النتائج الايجابيه. عايز اقول لحضرتك حاجه، حتى لو لا قدر الله كان ماتش المغرب كنا مثلا اتغلبنا، كانت الناس هتبقى مبسوطه لان احنا لعبنا كوره ده حقيقي. وحسينا ان لعيبتنا عايزه وعندها وبتأدي. فاعتقد ان كل واحد تتفق معايا ان سعيد بمنتخبه، سعيد بان اللعيبه قاومت كل ده ورجعت وبتحاول هي تسعد جماهير مصر. فده ان شاء الله يبقى دافع قوي جدا جدا. يا ما شفنا في افريقيا وما شفنا على مستوى الانديه على مستوى المنتخبات. ماتش بكره بالظبط بيفكرني بماتش بوركينا فاسو، صاحبه الملعب اللي احنا كنا فيها في 98 لما خدناها. برضه خدنا المحاضرة واحنا طالعين بنركب الباص، لقينا عربية راحت فاتحة الباب كده بطريقة مفزعة جدا، وجارين خنزير وعمال يصرخ صرخ، قال لك ده نوع من أنواع السحر، وعشان الأتوبيس هيعدي من على الدم اللي هو هيبقى فيه صوت كان قوي جدا لدرجة إن في لعيبة خافت، وفي وكابتن دور الله يرحمه اتشد تمام، وتقبلنا الموقف ورحنا للاستاد. كان ده خلاص احنا بنركب الباص ورايحين الماتش. ف ورحنا وكسبنا وعملنا جيم عالي جدا وكسبنا 2-0 ومشينا. فاعتقد ان لا يهمنا حكم ولا يهمنا اساليب ضغط نفسيه ولا حتى التصاريح اللي قالها سامويل ايتو، فطبعا خانوا التعبير تماما في الـ لكن هو ممكن يقول دي صفاتهم، يعني دي عاداتهم وتقاليدهم. كان بالنسبه لهم احنا خدناها بمحمل قوي جدا، هم بالنسبه لهم يمكن الموضوع يبقى بسيط، ما كل واحد ليه عاداته وتقاليده واسلوبه في الحياه يعني. لكن ما بالظبط. مش عايزين نمسك في كلمه ونبتدي نشحن الدنيا واللعيبه، واللعيبه تتوتر لا عادي جدا. واحد بيقول لهم المباراه بالنسبه له، هو بيقول الكلام ده ليه؟ بيقول الكلام ده عشان هو بيلعب مصر، لازم تعرف كده عشان كويس قوي. خايف، خايف من منتخب ايوه مصر. لازم اللعيبه تعرف كده، اللي هو بيقول كده عشان خاطر بيلاعب منتخب مصر وشايف ان منتخب مصر في اخر مباراتين بسم الله ما شاء الله فرقه كوره يعني. فاعتقد ان احنا كلنا ورا منتخبنا كابتن، وكلنا بندعمهم وكلنا سعداء بيهم جدا، واحنا بالرغم ان احنا انتقدنا الا احنا فعلا سعداء بيكم جدا، ان انتوا اسعدتونا وظهرتوا بمظهر فعلا يليق بينا يعني. يا كابتن علاء، هتجيلي امتى؟
شوف انت اي وقت رجلك. بص بقى، شفت انا شفت انا شفت اخترتها امتى؟ اصل انا حافظك سنين انت طويله. عارف حضرتك عندي رقم في الشهاده، وانت كمان والله العظيم بخبط مشوار كل يوم للشيخ زايد وبرجع، واخد بالك اقول دعاء السفر كل يوم رايح جاي. حبيبي يا كابتن علاء، وان شاء الله نتكلم بعد المباراه ونبارك لبعض ان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء بشكر الله حضرتك. نبارك لشعب مصر كله بكره يا رب يا رب. شكرا كابتن. بشكرك كابتن علاء، نجم مصر ومدرب كبير كابتن علاء نبيل، بشكره وشكرا جزيلا. زي ما قلت لكم كده، خلص كلامنا عن منتخبنا الوطني. نروح نشوف تقرير.